في رحلتي لفيت العالم كله. عد علي شتاء، صيف، ربيع، خريف، ولا فرقت. ده لاني مرتبة من الصوف. ولو ما تعرفش، فالصوف مش بس بيدفي في البرد، ده كمان مناسب للحر لانه بيطرد الرطوبة. يعني انا مرتبة كول على طول، بس ما حدش بيقدر. الناس بتشوفني تستغربني، وكأنهم اول مرة يشوفوا مرتبة بتتكلم، حسسوني اني فضائي. عشان كده سبت الناس وقررت اروح ناسا. هي اللي هتقدرني لانها اخترعت حتة من الميموري فوم، اللي بيحفظ شكل الجسم ويخفف الضغط عليه، وده اللي بيخليه مريح في النوم. كان نفسي اكمل في الفضاء، بس رحلتي لسه ما خلصتش.